350 250 متر، خلينا نحطها. طيب اوكي 250 متر هذه راح اسويها مش كثر، ثلاث مرات. لا لا كم زمن؟ 10 دقائق. 10 دقائق؟ لا لا، المره واحده. المره واحده هذا هو كم يقطعها الحين؟ ثلاث دقائق. ثلاث دقائق. لحظه قلنا ان دورة كاملة حول الملعب دقيقة لازم يقطعها بدقيقة. هذا إذا جري سريع، وهني مطلوب منه جري سريع صح؟ لكن ما راح يقطعها بدقيقة لأن فيه في حواجز، في تدابورة، فراح تكون يكون أداء من 70 إلى 80% مو 80% 90% راح يقل أداء. نقول دقيقة ونص يقطعها أوكي ويريح نص دقيقة هي. ها مزبوط. يعني على ما هرولة مشى من هنا، بعد ما شات مشى أو هرولة خفيفة عشان يبدأ مرة ثانية. نقول دقيقتين الدورة كاملة، دقيقتين راح اسويها كم مرة؟ خمس مرات. 10 دقائق خمس مرات. زين خمس مرات هذه مكتوب ثلاث مرات. اي عند لحظة في 10 دقائق كم مرة راح اسوي دقيقتين؟ خمس مرات هذه في دقيقتين في 250 متر كم صارت؟ 1250 متر. إذا انقطع 1250 متر، شوف العلم الحديث شنو يقول بالمسافة. ها تحليل شاكينا ما سألني على الصارات الكابتن، قلت له تحليل كم باقي لو كمل 3000. لحظة أنت قول لي الحين 1250 متر راح أسويها كم مرة؟ ثلاث مجموعات. خمس كم دقيقة؟ 1250 متر خلال 10 دقائق سواها. دقيقتين المرة الواحدة هذه دقيقتين قطعها 250 متر، أما سويها خمس مرات 1250 متر راح سويها ثلاث مجموعات 3750. إذا خليته يقطع 3750 متر بالشدة هذه وصلت لهدف زميلك ولا لا؟ وصلت. بالإضافة إلى نص ساعة بعد هو قاعد يشتغل هني استحواذ، وقاعد اشتغل 10 دقائق هني صح؟ وعشر دقائق هني بنسبة عالية يعني تبينه ساعة تقريبا. ها ساعة وشوي فكله شغلة. كم تكرار من مرة؟ ثلاث مجموعات نفس اللي جوا ثلاث مجموعات يبدل. ها؟ ايه اللي داخل بعدين ايه؟ تنوع على اللي ما داخل يبدل. فهذا فلسفة كمدربين الأجانب الحين قاعد يستخدمون هذه الطريقة عشان كل شيء يكون عندهم مساعدين. من الأجانب؟ من الأجانب؟ أوروبا. أوروبيين؟ أوروبا التدريبات الأوروبية المحترفين ما قام يجمعون الحين فريق كامل يتمرنون كامل. إحنا في المنتخب ما نجمع فريق كامل يتمرن جزء وجزء جزء قاعد يتمرن تقسيمات وجزء مع مدرب تكتيك دفاع تكتيك هجوم يبدل. اي مدرب الحين احنا نقول مدرب الياقه مهم جدا. اي مدرب الحين يقول